هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. أما بالليل فالجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في نشاط للرياح ببعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الطقس النهاردة إيه؟ إحنا طبعا اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات شطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي بيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع في الظل تكون 37 درجة مئوية، فبالتالي هنستمر إحساسنا بطقس وطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء ده خلال فترات النهار. أجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، هنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة في معظم المناطق الشمالية مائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ويمكن نلاحظ فترات الليل وجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل نوعا ما إحساسي بنسب رطوبة، لأن نسب رطوبة خلال فترات الليل مرتفعة بالشكل الكبير، فنشاط رياح هيقلل إحساسي بنسب رطوبة ويساعد على تلطيف الأجواء نوعا ما خلال فترات الليل. في استمرار لارتفاع درجات الحرارة كمان حتى منتصف هذا الأسبوع، يعني لحد يوم الثلاثاء المقبل مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال فترة الصباح الباكر هي الشبورة المائية. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. ننوه كمان إن احنا مع مساء يوم الاثنين، يعني مساء غدا إن شاء الله، تبدأ فرص أمطار على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم، ونتيجة وجود المنخفض الجوي المتعمق وأيضا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمطار هتكون أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانا على مطروح والسلوم. فمهم جدا في الفترة دي إن احنا نتابع النشرات الجوية، لأن في بعض التقلبات الجوية هنلاقيها واضحة في حالة الجو بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وكمان فرص الأمطار اللي هنبدأ نشوفها على غرب البلاد وتبدأ تتقدم لبعض المناطق الداخلية مع تقدم أيام الأسبوع. وهم كمان مع ارتفاع درجات الحرارة إن احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4 العصر، الوقت ده اللي بيسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس المباشره، ولو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. طيب دكتور، اخبار الجو بالليل ايه؟ يعني الامطار دي هتستمر بالليل ولا هتكون بس موجوده صباحا؟ طب خلينا نتكلم الاول في درجات الحراره فتره الليل. يمكن احنا بدانا نلاحظ تحسن نسبي في درجات الحراره فترات الليل، هو مش تحسن كبير لكن بدات تتحسن عن ايام ذروه ارتفاع درجات الحراره اللي شهدناها الخميس والجمعه. بدات درجات الحراره تنخفض نوعا ما، لكن وجود نسب رطوبه في الجو بيخلينا نحس ان لسه درجات الحراره مرتفعه. بالنسبه للامطار، الامطار متوقع ان هي تستمر معانا من الاثنين ان شاء الله، تبدا على المناطق الغربيه في اقصى غرب البلاد وتبدا تتقدم لبعض المناطق الداخليه مع يوم الثلاث والاربع، يعني مع يوم الثلاث والاربع هتبدا تشمل بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه في كل، يعني كمان محافظه الاسكندريه وبعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ والدقهليه، محافظات شمال الوجه البحري، وهي امطار ايضا تكون امطار متوسطه ورعديه احيانا. ومع يوم الاربعاء ايضا هنقول هنلاحظ تحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير، هتبدا درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض لان احنا بقالنا قرابه الاسبوع في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار. نشكر الدكتورة منارة غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى هتسجل 37 درجة والصغرى 26،
والأسكندرية 34-24، مطروح 33-24، بورسعيد 33-25. أما عن العاصمة الإدارية فدرجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، العلمين الجديدة 33 والصغرى 25، دمياط العظمى 33 درجة والصغرى 25، والإسماعيلية العظمى 37 درجة والصغرى 25. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 26، سانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 17، حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 29، وبالنسبة لشرم الشيخ العظمى 39 درجة والصغرى 29. أما عن العريش فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 24، طابة 34-26، شلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 30، والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 29. أما عن الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، الويدي الجديد العظمى 42 درجة والصغرى 25، سوهاج 40-27، الأقصر 43 درجة هتسجل في العظمى والصغرى 28. أما عن بني سويف فالعظمى هتكون 38 درجة والصغرى 25، أسيوط العظمى 39 درجة والصغرى 25، إنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأخيرا أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة متوقعة النهاردة، وخلونا نرجع مرة تانية لشازلي بوسانت. شكرا لك يا مرن.